ابدأ طل طل شو زيد 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 وتازي زيد زيد ها دوز عليه غتهبط كوكب متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، وحكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بزليمان. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، المكيديع هاكا كيفما كتشاهدوا معنا مباشر، المكيديع من يتحمل المسؤولية. متابعي الكرام، كيفما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، المكيديع من يتحمل المسؤولية. شوفوا المسطح الشرف ديالنا، شوفوا المسطح الشرف كيمشي، شوفوا الماء في كيضيع. متابعينا الكرام، هذا الماء الصالح للشرب في كيمشي في كيفاش كيضيع. بن سليمان شوفوا الحاله كيفاش دايره. كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، انت كتشوف محمد مالك راتي جميل. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، كنشاهدوا باللي هذا الماء نقي وكيضيع في الخواء. متابعينا الكرام، فالسؤال مطروح، فين هي الغطايه؟ ما كاين لا غطا، ما كاين حتى شي حاجه، لا كاج لا والو. شوفوا الحالة كيفاش دايرة متابعينا الكرام. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، المكيديع في غياب تام المسؤولين، من يتحمل المسؤولية؟ يعني إذا كان هذا ماشي ما خاص المجلس بدي يخرج بتصريح، إذا كان هذا ماشي ما حلو خاص السلطات يفكوا المشكل ويخرجوا ويصرحوا بهذا الشيء. فكيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، حنا غنتظروا الجواب من المجلس البلدي باش يوضح واش هذا محلو ولا لا. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، نتوما معنا بث مباشر من مدينة بن سليمان. أول شيء نحب نتفرج الحرس تجي عليه في الهواء. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، نتوما معنا بث مباشر من مدينة بن سليمان. خلوه مفتوح بهذه الطريقه، يعني كما كتشاهدوا معنا، شوفوا معنا خلوا البالوعات بدون ترقيع، بدون بيطون، ما كاين لا سيمه لا حتى شي حاجه. يعني اي حاجه، اي حاجة، اي سياره دازت من هنايا تقدر تهوس الى اي لحظه، ما تبقاش شي خسائر. كذلك كما كتشاهدوا معنا الان هذا الماء كيضيع بهذه الطريقه، واش هذه الطريقه الصحيحه باش نقادوا هذا الشيء؟ واش هذه الطريقة الصحيحة باش كيتصاوبوا القوات؟ ولو هذا ما يكونش ما، ولو يكون ديال برا.
خاص مكود يدار كود اغلاق هذا خاصنا اغلاق اول حاجه تكون اغلاق هنا وثاني حاجه تكون كود كود ديال الماء ماشي اللي ما يمشي في الارض يعني هذا الماء يقدر يشرب الارض وسط الطريق كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام فنعم عثمان خويا الله يكون يا ربي يكون في العون نعم خاص كود يكون ما بين هذاك وهذا ما يدوش مع الطريق ورا قالك زعما ديال الشتاء ما ديرش الشباب نقاوة يجي من عين الكسف يجي من فوق عين الكسف واش ما ديرش الشباب نقاوة الماء ملي كيطيح كتولي فيه الواحد كيولي فيه مغبر كامل كيف ما كت... من فوق العين الكسف كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في كنتمناو انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة فهاد الماء كيضيع بهذه الطريقة وحاجة أخرى إلا كان ماشي ما ديال كما نقولوا ماشي ما ديال فرح الشرب فين هو الكود ديالو يعني ما كاين لا غلاقه لا والو لهاد البلاصه يعني يقدر اي واحد يسقط فيها ثاني حاجه ما كاين لا كود تجي باش ما يبقاش يتسرب تحت الارض اذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر من مدينه بن سليمان اجي تشوفوا واحد القرد وقرد مسكينه وقرد عطشان اجي وتجي تشوف هاد الماء كله غتخلص فيه ان شاء الله اذا متابعينا الكرام كنتم على بث مباشر من مدينه بن سليمان